قلت له لازم الاول اامن ظهري الاول من حالي وبعدين اجي لكم موافقين؟ خلاص طبعا. سياده النائبه يعني اعتقد انه في اللجنه عندكم بقوانين وتعديلات قوانين ومشروعات قوانين تهدف في النهايه لصالح المواطن العامل اللي احنا كلنا موجودين عشان خدمته. اشرحي لي اهم ما تم انجازه لصالح العمال خلال الدوره الحاليه. خلال الدوره الحاليه خليني اقول لحضرتك من 2014 ممتاز بمختصر. اولا حزمه الحمايه الاجتماعيه اللي حصلت من 2014 لغايه 2024 ما حصلتش قبل كده. لما نقول ان الحد الادنى للاجور كان 1200 اصبح النهارده 6000. لما نقول ان 8 من 7 ل 8 مليون استفادوا منهم في خلال الفتره دي كلها، دي كانت حزمه حمايه متتاليه وفقا للتغيرات الاقتصاديه اللي بتحصل. لما نيجي نقول تغيير او تعديل قانون النقابه، 12 سنه لم يكن هناك انتخابات نقابية موجودة، ويتم تعديل قانون النقابات سنة 2017 وبعدها يليها تعديل آخر على نفس القانون سنة 2019 حماية للعاملين وأن يكون هناك نقابات ذات حريات ولها قدرة على التعبير ولها قدرة أيضا على حماية العاملين في المصانع وفي الشركات وفي كل القطاعات المختلفة. دي برضو من ضمن القوانين اللي خرجت من رحم البرلمان المصري. كل حماية اجتماعية بتخرج من وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطلع بها قانون وقرارات من خلال مجلس النواب، بتطلع يصدر بها هذه القوانين. لما نيجي نتكلم على العمالة غير المنتظمة وتوضع في القانون العمل الجديد، وسيد الرئيس في يمكن عيد العمال السابق 2013 وجه السيد وزير العمل بأنه يتم إنشاء صندوق الطوارئ الخاص للعمالة الغير منتظمة، وده هيخش داخل قانون العمل الجديد. كل دي جزء صغير داخل القوانين المختلفة اللي بتتم تحت قبة البرلمان وبالذات في من خلال لجنة القوى العاملة في البرلمان. لما يكون هناك قانون استثمار وفيه الجزء الخاص بفتح الاستثمارات لصالح العمال. لما الموازنة العامة للدولة يكون فيها حزمة الحماية الاجتماعية كانت في يعني أو تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية مقارنة بالسنة اللي فاتت 470 مليار، النهاردة 500 في السنة 2024 573 مليار جنيه. الفجوة بين الاثنين أو الرقم كبير جدا وتتحمله الموازنة العامة للدولة. كل دي حماية اجتماعية بتصدر بيها في خلال الفترة اللي فاتت. كل القوانين اللي تم إصدارها فيها حماية اجتماعية كان قانون ذو الاحتياجات الخاصة ويخص فيها بند بخصوص اللي هو التشغيل ذو الاحتياجات الخاصة، ده برضو يقصد بها العمالة اللي داخلها والحماية اللي موجودة في هذا القانون لذو الاحتياجات الخاصة برضو ضمن هذا القانون. تمام. خليني ده بالتأكيد حضرتك من 2014 وحتى الآن حزمة من القوانين الداعمة للعمال في مصر، وبالتأكيد ما زال هناك في جعبة مجلس النواب الكثير قانون 148 برضه هضيف حتة صغيرة برضه فضل. الحماية التأمين الاجتماعي اللي صدر فيه للعمالة الغير المنتظمة داخل هذا القانون كانت لأول مرة تكون داخل هذا القانون. صحيح. للعمالة الغير المنتظمة.